حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. بعد أسبوع دام، عودة الحياة الطبيعية لمدينة تعز القديمة، والمواطنون يتساءلون هل تكون الجولة الأخيرة؟ العربي الجديد تعنون كتاب اليمن: الخبز أولا ثم الأدب. ومن أخبارنا المنوعة: وفاة 272 من موظفي الانتخابات في أندونيسيا جراء الإرهاق. أهلا بكم. يقول موقع المصدر أونلاين أنه بعد أسبوع دام تعود الحياة الطبيعية أخيرا لمدينة تعز القديمة، ولكن المواطنين ما زالوا يتساءلون هل سيكون ما حدث بمثابة الجولة الأخيرة؟ فقد حدثت مواجهات عنيفة بين الحملة الأمنية ومسلحي كتائب أبو العباس، انتهت بإجلاء مسلحي الكتائب التي كانت تتمركز في المدينة. يتحدث بعض سكان أحياء المدينة القديمة أنهم ظلوا محاصرين لأسبوع كامل، واشتد الحصار أكثر في اليومين الأخيرين، حيث منعوا خلالها من جلب احتياجاتهم من لوازم الطعام والشراب. آثار الرصاص والقذائف على منازل المواطنين لا تزال شاهدة على حرب ضروس تركزت داخل أحياء وادي المدام وعقبة مفرح والجمهوري وباب موسى، الذي لم يغلق منذ عقود من الزمن لأكثر من 24 ساعة متواصلة سوى في المواجهات الأخيرة. أثناء مرورنا بمنطقة عقبة مفرح، يقول مراسل المصدر: شاهدنا أحد السكان يتأمل في الخراب الذي لحق ببعض المنازل، ودعانا مواطن آخر لتصوير منزله بعد أن اخترقت قذيفة بابه الخارجي واقتلعته. وخلال جولتنا عبر السكان لنا عن استيائهم من تحويل مدينتهم وأحيائهم إلى ساحة قتال. يقول أبو أشرف عبده: بهذه الرصاص كانوا قادرين على تحرير تعز وزيادة، رأينا أسلحة متطورة خصوصا مع أبو العباس. يتحدث أحد مسؤولي خزانات المياه السبيل للمدينة القديمة، وتقاسيم وجهه يكسوها الحزن: المواطنون بدون مياه بعد أن تلفت خزانات المياه بسبب الرصاص وشظايا القذائف، فيما حاول مواطنون إغلاق ثقوب في خزانات المياه. عن تفكيك القضية اليمنية، كتب أحمد شبح في الموقع بوست وقال: خلال عامين بعد انقلاب العصابة الحوثية الإرهابية، كان الإعلام الأجنبي يسوق على استحياء أن ما يجري في اليمن حرب شيعية سنية زيدية شافعية، وكانت نواعم وأدوات الحوثية تقدم نفسها في المحافل الدولية كأقلية مضطهدة ومظلومة. ما يجري في اليمن هي معركة سياسية بين شعب وعصابة إرهابية، بين حكومة شرعية معترف بها دوليا وجماعة متمردة انقلابية خارجة عن الدستور والنظام والقانون. هكذا يقول الواقع ويؤكده التوصيف الدولي والقرارات الأممية. ليست معركة مذهبية ولا جغرافية، بل قضية شعب له الحق في الحياة والحرية وفي تقرير مصيره ومصالحه، وله حق اختيار من يحكمه وشكل نظام الحكم. في الآونة الأخيرة ينحدر البعض نحو معارك جانبية تنطلق من الأنساب والألقاب والأحساب، وتبني مصطلحات ومسميات لتصنيف المجتمع وفق الدم والدين، وهي أفخاخ لتجزئة القضية الأصلية، وفي نتاجها تمثل خدمة لمشاريع تمزيق وتفتيت النسيج الاجتماعي وتهديد السلم المجتمعي. يصطف اليمنيون بكل أطيافهم تحت ظلال مشروع وطني جامع ومظلة الشرعية دفاعاً عن مؤسساتها ومكتسباتها، وبحثاً عن دولة مستقرة وآمنة تضمن لجميع اليمنيين العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والمشاركة في السلطة والثروة، تذوب تحتها الأنساب والانتماءات، بينما يذهب البعض نحو إعادة إحياء نعرات عرقية والتخندق خلف هويات عنصرية أو جغرافية بعيداً عن الهوية اليمنية الأم. كيمنيين بيدنا قضية وطنية وإنسانية، علينا أن نتوحد تحتها ونتمسك بها، ونحذر من الانزلاق في أفخاخ تجزئتها وتمزيقها والانتقاص من القضية وعدالتها. عجز وفشل الدبلوماسية اليمنية ومؤسسات الشرعية في نقل وتسويق القضية للعالم لا يعني الاستسلام والهروب نحو مزيد من الهاوية والهويات الصغيرة. يتحدث موقع قناة بلقيس عن مجزرة مروعة حدثت في تعز، ملخصها استشهاد أم وبناتها الأربع بقصف حوثي على منزلهن، كما أصيبت طفلة أخرى في 12 من عمرها وتم إسعافها إلى أحد المشافي القريبة. موقع قناة بلقيس قال إن الأم وبناتها استشهدن إثر سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل في قرية مشرفة بوادي بن خولان التابعة لمديرية جبل حبشي. وتحدث الموقع أيضا عن مجزرة أخرى قام بها
الحوثيون لكن في البيضاء، حيث قصفت ميليشيا الحوثي بالدبابات منزلا في منطقة الحبج بمديرية الزاهر، ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين من أسرة واحدة بينهم 3 نساء. وحول انتهاكات ميليشيا الحوثي أيضا، قال الموقع بوست إن أحد المختطفين في سجون الحوثيين لقي حتفه بعد ساعات من اعتقاله في صنعاء. مصادر مقربة من المعتقل قالت للموقع بوست إن حامس راجح علي سراج أحد أبناء قرية روحان بمديرية السودة محافظة عمران توفي تحت التعذيب بعد 48 ساعة من اختطافه من قبل الحوثيين في صنعاء. وكانت جماعة الحوثي قد اختطفت سراج الأربعاء الماضي من منزله في صنعاء واقتادته إلى سجن الأمن السياسي. وأوضحت المصادر أن الحوثيين أعادوا سراج في الساعات الأولى من صباح السبت جثة هامدة بعد تعرضه للضرب والتعذيب الشديد. الكاتب همدان العلي يرى أن هناك تغييرا ديموغرافيا في اليمن يحدث بسبب ميليشيا الحوثي، ويضيف في مقاله المنشور بصحيفة الشرق الأوسط: قبل أيام تفاجأ اليمنيون بأعمال فنية يؤديها أطفال يحتفون عبرها بذكرى ولادة الإمام المهدي المنتظر محمد بن الحسن العسكري الإمام 12 عند الشيعة الاثني عشرية. يستخدم الحوثيون هذه الوسائل الفنية غير المباشرة في الترويج لفكرهم إلى جانب كثير من الأنشطة بعد إدراكهم أنهم غير مقبولين في اليمن، ولولا استخدامهم القوة المفرطة ضد المدنيين لما بقيت سيطرتهم فلا شعبية لهم، وأنصارهم الفعليون وهم قلة يجمعهم داعي العرق السلالي. هناك كم هائل من الأعمال الفنية والثقافية والأنشطة والممارسات الميدانية التي سعت بوضوح إلى تغيير الديموغرافيا في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، ومن يرفض التماهي مع هذا الفكر يقتل أو يختطف أو يهجر أو يحاصر في رزقه، ويتم التحريض ضده واتهامه بالعمالة والارتزاق والخيانة، وفي المقابل يتم توطين أتباعهم العقائديين في مناطق مختلفة من خلال توزيع الأراضي والعقارات عليهم وتمكينهم من رقاب اليمنيين. يخضع الحوثيون السكان في مناطق سيطرتهم لدورات ودروس مكثفة عن خطر دخول أمريكا اليمن لتحريضهم على القتال، وعن موالاة الله وضرورة مواجهة عملاء أمريكا وإسرائيل في قرن الشيطان، وهنا يقصدون المملكة العربية السعودية. ومن المهم القول هنا إن عملية تجريف ثقافة وعقول اليمنيين والعبث بالديموغرافيا والتركيبة السكانية اليمنية وبالثروح الكراهية والعنف لا يستهدف اليمن واليمنيين فقط، لكنه يأتي كخطوة تمهيدية للامتداد بنفس الأدوات والأهداف والمنهج إلى بقية دول شبه الجزيرة العربية، بل ويستهدف الأمن القومي العربي بأكمله. كان الأمر مفاجئا بالنسبة للأكاديمي اليمني ناصر علوي، كما تحدث لصحيفة العرب الجديد حين اشترى كتابا من أحد أرصفة بيع الكتب في ميدان التحرير وسط صنعاء، فوجد فيه إهداء بخط مؤلفه إلى كاتب يمني معروف، غير أنه سرعان ما تعود على ذلك، كما يقول للعرب الجديد مضيفا: في الظرف الذي يعيشه اليمن حاليا يضطر كثير من الكتاب والمثقفين إلى التخلي عن الكتب المهداة بكل ما تحمله من قيمة معنوية ورمزية. تلك الحادثة تلخص حال عدد من الكتاب اليمنيين اليوم، فبعد أن ضاق بهم الخناق في السنوات الأخيرة نتيجة الحرب، لجأ بعضهم إلى مزاولة مهن أخرى بعيدة عن مجال الكتابة مثل المخابز والمطاعم والباصات والأسواق والمزارع، بينما وصل الحال بكثير منهم للتخلي عن مكتباتهم الخاصة وبيعها بمبالغ زهيدة من أجل توفير دخل مؤقت في ظل وضع اقتصادي متدهور وانقطاع المرتبات. طه الحداد وهو صاحب مكتبة النهضة الأكاديمية في صنعاء قال إن الكثير من الكتاب الذين ظلوا يترددون على مكتبتنا طيلة 25 عاما لشراء مختلف الكتب أصبحوا في الآونة الأخيرة لا يأتون إلا لبيع مكتباتهم، وفي مقابل بيع المكتبات الخاصة يقل الإقبال على شراء الكتب من قبل القراء، إذ يقول الحداد إنه يبيع كتابا واحدا ويشتري 10، كون معظم القراء من الكتاب والصحفيين وهم اليوم عاجزون حتى عن سداد التكاليف حياتهم اليومية. ما بعد الليبرالية الإسلاموية والدولة الليبرالية، عنوان لمقال كتبه شادي حميد في مجلة فورين أفيرز وأعيد نشره في موقع الغد الأردني بعد أن ترجمه للعربية علاء الدين أبو زينة، جاء فيه: قبل أكثر من 7 سنوات فتح سقوط الأنظمة الأوتوكراطية المتكلسة خلال الربيع العربي نقاشا متواصلا ونابضا بالحياة
حول دور الدين في الحياة العامة وطبيعة الأمة. كانت الحركات الإسلامية التي اعتقدت بأن الإسلام والشريعة يجب أن يلعبا دوراً مركزياً في الحياة العامة قد وعدت منذ وقت طويل ببديل للليبرالية، وبالنسبة لها عانت الحرية الحقيقية، حرية المرء في أن يكون متديناً بقدر ما يريد أن يكون. ومع ذلك كان صعود الإسلاميين قصيراً ولم يدم طويلاً في معظم دول الربيع العربي، سرعان ما تم نقض المكاسب الديمقراطية أو أنها محيت بالكامل. أدى انتخاب الرئيس دونالد ترامب، أول رئيس ديمقراطي غير ليبرالي للولايات المتحدة، وصعود اليمين الشعبوي عبر أوروبا إلى تنشيط مجموعة من المفكرين ما بعد الليبراليين البارزين حديثاً، الذين يعكفون الآن على تحدي التقاليد الفكرية الراسخة التي كانت مهيمنة في الغرب على مدى عقود. وفي حال عدم وجود مجتمع ليبرالي، فإن الطريق الأكثر وعداً لأولئك الذين يرغبون في إعادة تشكيل المجتمع على أساس خطوط مختلفة، ربما تكون الدول شبه الفاشلة حيث تفتقر الحكومة المركزية إلى السيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي. ولذلك ليس من المفاجئ أن يعرض لبنان، الذي يمكن القول أنه أنجح دولة فاشلة في العالم، نسخته المشوهة الخاصة من المجتمعات القصدية. تتقاسم كل هذه التصورات الحداثية وما قبل الحداثية سمة مشتركة واحدة، وجود دولة ضعيفة لا مركزية والتي تمتلك سلطة قضائية محدودة، بينما تكون عنايتها بإدارة حيوات مواطنيها آخذة في التلاشي. وسواء كان ذلك في الغرب أو في العالم الإسلامي، فإن هذه الأنواع من الدول يصعب العثور عليها. في حادثة غريبة وربما تكون الأولى في التاريخ الحديث، أورد موقع شبكة البي بي سي أن أكثر من 270 موظفاً في أندونيسيا توفوا، معظمهم من جراء الإرهاق الذي أصابهم خلال أكبر انتخابات شهدتها البلاد قبل 10 أيام. وأشار مسؤول حكومي إلى أن الموظفين اضطروا للعمل لساعات طويلة خلال الانتخابات التي استمرت ليوم واحد فقط، وذلك لعد ملايين أوراق الاقتراع يدويا. ولأول مرة في تاريخ أندونيسيا عقدت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في آن واحد في 17 أبريل الجاري، وذلك بهدف تقليص النفقات في البلد الذي يعيش فيه نحو 260 مليون شخص. كان على كل ناخب أن يدلي بصوته في أكثر من 5 بطاقات اقتراع منفصلة لاختيار الرئيس ونائبه وممثلين في البرلمان ومجلس الشيوخ والمجالس التشريعية للمحافظات والمدن والأقاليم. وقد شارك نحو 7 ملايين موظف في مراقبة وفرز الأصوات في هذه الانتخابات، معظمهم موظفون مؤقتون لا يخضعون لكشف طبي قبل الشروع في العمل. عارف ريو سوسانتو المتحدث باسم المفوضية العامة للانتخاب قال إنه حتى مساء السبت توفي 272 من موظفي مفوضية الانتخابات، معظمهم بسبب الإرهاق المرتبط بفرط العمل، وأصيب نحو 1878 آخرين بالأعياء. وتنوي مفوضية الانتخابات تقديم تعويضات لأسر الموظفين المتوفين تصل إلى 2500 دولار، وهو ما يعادل مرتب سنة من الحد الأدنى للأجر. أرادت الشرطة الألمانية مساعدة عائلة بط في عبور الشارع كما يورد موقع دي دبليو، لكن الأمر لم يرق لأحد المرة وأثار غضبه، فقام بالتهجم على رجال الشرطة بعد توجيه الشتائم لهم. كثيرا ما نشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات للشرطة أو فرق المطافي وهي تنقذ صغار البط أو الطيور التي تقع ضحية في فتحات الصرف الصحي، وغالبا ما نعجب بهذه اللفتات الإنسانية، لكن يبدو أن هذا بالضبط أثار غضب رجل ألماني. خلال عملية إنقاذ لبطة وصغارها اضطر المشاة بشكل مؤقت إلى عبور الشارع للسير على الرصيف المقابل، لم يوافق أحد المرة على الإجراء، وقام بتوجيه الإهانات والشتائم إلى الشرطة في بداية الأمر، ثم سرعان ما تحول إلى تهجم جسدي. وفي ضوء هذا اضطر رجال الشرطة إلى إلقاء الرجل أرضا وتقييده مؤقتا حتى يتمكنوا من إنجاز المهمة وإيصال عائلة البط إلى الجدول الصغير بسلامة. جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الديلي تيليغراف لأحداث سياسية واجتماعية متنوعة من مختلف أنحاء العالم. إلى الصور.
الأحداث من وجهة نظر أخرى تكفي فيها الرسمة للتعبير عن آلاف الكلمات حول مختلف القضايا، يقدمها لنا رسام الكاريكاتير. نتابع. إذن بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.